وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. المجلس التاسع بعد 300، الكتاب 37، كتاب الأشربة. والأشربة وكل ما يشرب. الإنسان مطعمه إما مأكل أو مشرب، يعني مأكول أو مشروب. والمأكول هو ما يحتاج إلى مضغ، والمشروب هو ما لا يحتاج للمضغ. وفيه 35 بابا. باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. البسر نوع من التمر قبل نضجه، بيبقى لسه أخضر. كانوا إيه أهل المدينة ياخدوا البسر الأخضر ده يفضخوه، يعني يضربوه كده لما يتشقق ويحطوه في المية لحد ما يتخمر ويسموه الفضيخ، وده نوع من الخمور برضه كان يشربها ايه اهل الجاهلية قبل تحريم الخمر. وغيرها يعني اي شراب يسكر، ولو كان من الذرة او من الشعير او من اي حاجة، او حتى من البصل زي الويسكي والكونياك والتفاح، اي حاجة بقى تاخدها تخمرها فتسكر تبقى ايه حرام، كل ده يبقى محرم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 42 بعد 205,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين سيدنا علي زين العابدين ابن حسين سيدنا الحسين الإمام الكبير عليه السلام ابن سيدنا علي عن علي بن حسين بن علي عن أبي حسين بن علي عن علي بن أبي طالب. يبقى ده علي بن حسين بن علي بن حسين، يبقى علي زين العابدين أنجب واد سماه حسين على اسم أبوه، وحسين أنجب واد سماه علي على اسم إيه؟ أبوه. فهمت إزاي؟ عشان كده بيقولوا إن علي زين العابدين اللي مدفون هنا في مصر هو واحد من سلالة سيدنا الحسين، وليس هو سيدنا علي زين العابدين الكبير، لأن سيدنا علي زين الكبير الكبير ده مدفون في المدينة، اللي هو ابن سيدنا الحسين المباشر ده مدفون في المدينة في البقية. لكن في مقام هنا إيه معروف في مصر يزار، حتى الحي كله اسمه حي زينهم منسوب له، اللي هو إيه سيدنا علي زين العابدين يقال أنه من أحفاده وليس هو الكبير. خدت بالك؟ فالرواية دي تبين لك إن هما كانوا بيسموا على أسماء أجدادهم وآبائهم فبتتكرر. عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. والشارف هي الناقة المسنة، الشارف هي الناقة المسنة جمعها شرف بضم الراء جاز شرف ويجوز تسكنها شرف. قال سيدنا علي بن ابي طالب اصبت شارفا يعني حصلت وغنمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى، والنبي اداله كمان معها شارف اخرى، بقى معاه ايه ناقتين مسنتين. يبقى النبي اداله ناقة وهو كان واخد ناقة من الغنائم كمان نصيبه في الغنيمة. فأنخطهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه
ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة. يبقى سيدنا علي كان عايز ايه؟ يقطع إزخر، والإزخر ده نبات زي العشب كده يقطع، وكان يستعمله الصواغين اللي بيصنعوا الذهب الحلي ايه في ان هم يصهروا به الذهب ويستعملوا في الحلي. فسيدنا علي كان يريد ان يبيع هذا الإزخر، فيستعين بهذه النفقة على وليمة ستنا فاطمة، لأنه كان بيستعد للزواج بسيدتنا فاطمة. كويس؟ وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، اللي هم كانوا بيشتروا إيه الإزخر ده، لأن هم صناع يستعملوه في الصناعة دي. فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت. في بيت الأنصاري ده كانوا قاعدين مجموعة، منهم سيدنا حمزة اللي هو عم سيدنا علي بن أبي طالب وعم نبينا صلى الله عليه وسلم، يشرب في ذلك البيت، بيشربوا خمرة لأن لم تحرم الخمر بعد، فكان بالنسبة لهم حلال، قاعدين بيشربوا خمرة عادي لأنها كالماء بالنسبة لهم، لم ينزل تحريم للخمر بعد. معه قينة تغني، وكانت معاهم ايه بنت بتغني، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء، وهن معقلات بالفناء. هو بس الإمام مسلم جاب لك ايه المقدمة الشطر البيت، يعني ألا يا حمزة للشرف النواء، الشرف جمع شارف زي ما قلنا، النواء يعني السمان. بقيه الابيات اللي كانت بتغنيها تقول: وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، ودرجهن حمزه بالدماء، وعجل من اطايبها لشرب قديد من طبيخ وشواء. يعني كانها بتحمسه ان يقوم ايه يذبح الشوارف دي اللي هي النوق اللي على الباب، ويطبخوا منها وياكلوا. سيدنا حمزه طبعا سكران مش دريان، فاقد عقله بسبب السكر، سمع بقى بتقول له: يا حمزه قوم واتبع ما قام، وذبح وقطع. سيدنا علي طبعا دول بالنسبه له هو بيجهز العرس بتاعه، بالنسبه له ده راس ماله. فثار اليهما حمزه بالسيف، فجب اسنمتهما وبكر خواصرهما. قطع يعني جب يعني قطع. طب ما هو لو قطعت انت السنم قبل ما تزكي يبقى ميت، مش كده برضه؟ المقطوع من الحي بغير زكاة ميت. يعني لو جيت لخروف ليه ليا ورحت قاطع ليا من الخروف وتقول انا اكلها تبقى ميت، حرام، لازم تزكي الخروف كله الاول وبعدين تاخد ليته، فهمت؟ يبقى ما قطع من المأكول اللحم بغير زكاة حكمه حكم الميت، واضح؟ طب يبقى هنا بياكل ميتة بقى ولا ايه؟ طب ما هو مش مكلف لانه فقد عقله، فقد عقله، والعقل مناط التشريف ومناط التكليف، مش كده برضو؟ فقد عقله بمباح وهو الخمر، كان ساعتها مباح. يعني لو واحد فقد عقله بمباح ثم عمل اعمال وهو فقد عقله بهذا المباح، لا تكليف عليه، يعني لا يسمى فعله محرم ولا يسمى ايضا مباحا، فهمت ازاي؟ لانه غير مكلف كفعل المجنون سواء بسواء، فهمت بقى؟ فجب اسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم اخذ من اكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ ومن السنام؟ قال: قد جب اسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي: فنظرت الى منظر افظعني. سيدنا علي خرج لقى طبعا ايه الشارفين بتوعه متقطعين وميتين. مين اللي عمل كده؟ حمزه. دخل لقى حمزه سكران، راح للنبي يشتكيه، فاهم؟ فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثه، واخبرته الخبر،
فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة. هو اللي افظعه سيدنا علي مش ان هو زعلان ان هو مدبه، انه مش هيكون بحق وليمة ستنا فاطمة، فده ممكن يأذي النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي افظعه مش مسألة يزعل على جمل سيدنا علي، ده كان متصدق ما يهموش، يعني حياته كلها كانت صدقات سيدنا علي. فالفظاعة التي حدثت عنده مش مسألة انه فقد جمل ولا جملين، ما تفرقش معاه الحكاية، دول اهل سخاء. لكن اللي افظعه انه هو قد يقصر في وليمة فاطمة، وهذا قد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ لانها بنته والنبي كان يحبها وكان عايز يعمل لها وليمة فخمة يعني، فهمت؟ فاخبرته الخبر فخرج ومعه زيد صلى الله عليه وسلم، وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، يعني النبي بيلوم حمزة. فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي، لأنه سكران مش دريان، فكلم النبي كلام لا يليق يعني. وده يبين لك قد إيه إن الخمر قبيحة، تخلي الإنسان يعمل ما لا يليق وهو لا يشعر، فهمت؟ فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه. النبي لما لقى كده سكران رجع كده بالقهقرة مخافة ان يديله ظهره فيتجرأ عليه ولا حاجة، ما هو فاقد عقله، يبقى زي الدابة كده، فهمت؟ وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله. والحديث ده بيبين لك قبح الخمر، كيف كانت الخمر قبيحة وأنها تزري بشاربها. وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن عمرو بن الحارث أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، لما عرف أنه هو بيجهز عروس بقى، فسيدنا رسول الله قال له خد معك الشارف دي كمان وجهز نفسك، لأن ستنا فاطمة دخل بها إيه بعد بدر في العام الثاني من الهجرة، فأنجبت سيدنا الحسن في العام الثالث من الهجرة، وأنجبت سيدنا الحسين في العام الرابع من الهجرة، فهمت ازاي؟ تواريخ تبقى عارفها كده ماشي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، أبيعه من الصواغين يعني إلى الصواغين، يبقى منها دي زائدة، منها زائدة ولكنها كثير ما تستعمل عند العرب، يبقى حرف جر زائد يعني. فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقطاب والغرائر والحبال. الأقطاب جمع قطب، وهو رحل صغير يودع على السنام الجمل، يبقى القطب ده عبارة عن رحل يوضع على ايه؟ على سنام الجمل صغير بقدر السنام عشان يجلس عليه راكب الجمل، هو بالنسبة للجمل كالبردعة بالنسبة للحمار وكالسرج بالنسبة للفرس، فهمت بقى؟ يعني ما يوضع على ظهر الحمار عشان تركب عليه اسمه بردعة، بالدال والذال، بردعة وبردعة، كويس؟ وما يوضع على ظهر الفرس لتركب عليه يسموه ايه؟ سرج. وما يوضع على ظهر الجمل يسموه رحل، كويس؟ اذا كان صغير الحجم يسموه قطب، يبقى الاقطاب هو ايه؟ رحل صغير، رواحل صغيره يعني. والغرائر، والغرائر جمع غراره، وهي وعاء من خيش ونحوه يوضع فيه القمح وغيره، يعني واخد معاه زكايد بلغه المصريين، زكيبه عشان يملى فيها ويحط فيها الاسخ، كويس؟ ادي الغرائب.
والحبال. يبقى هو ايه سايب الشريفين بتوعه ورايح يدور على ايه؟ على حاجات يحملها عليها. بعد ما جاب الحاجه رجع لقى الشريفين بتوعه مذبوحين. فهم؟ وشارفاي مناخان الى جنب حجره رجل من الانصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فاذا شارفاي قد اجتبت اسنمتهما، يعني قطعت، وبقرت خواصرهما، شقت، بقرت يعني شقت. وعشان كده البقر يسموه بقر ليه؟ لانه بيشق الارض حراسه، في الحراسه يسموه بقره. كويس؟ البقره لانها بتستعمل في حراسه الارض يعني شق الارض سميها بقر. وبقرت خواصرهما واخذ من اكبادهما، فلم املك عيني حين رايت ذلك المنظر منهما. يعني قال لي ايه الزرح، هنأجل الفرح بقى، هنعرف نعمل الفرح. هو كان ايه فرحان، عايز يتجوز عريس. فهم؟ فلم املك عيني حين رايت ذلك المنظر منهما، قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزه بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الانصار. شرب من الانصار يعني ايه؟ يعني مجموعه بتشرب مع بعض، يسموه شرب. مجموعه شريبه، للصبح معاك الشريبه والصبح معاك السميعه. فهمت بقى؟ يبقى الشريبه اللي هم المجموعه اللي قاعده تشرب مع بعض. في شرب من الانصار يعني في مجموعه يشربون معا. غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها: ألا يا حمزة للشرف النواء. هي البت المغنية دي المشكلة، هي المشكلة. ده اسمه كلام تقول الكلام ده والراجل فاقد عقله سكران، تقول له قوم انبح واقطع واعمل. فاهم؟ فهي دي المشكلة، القينة دي. غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها: ألا يا حمزة للشرف النواء. فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط، عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب. شرب يعني سكارة يعني. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، طفق يعني أخذ يلوم حمزة، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني في سورة صاد، يعني طفق يعني أخذ يفعل كذا وكذا. فهم؟ فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه أثر السكر يعني. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثامل، أنه سكران، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرج، وخرجنا معه. ويقال أنه في تكملة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنه ثمن الشريفين بعد ما فاق، قال له تجيب لعلي شريفين مكانه، فقالوا أن حمزة دفعهما له لسيدنا علي. وقيل أن نبينا صلى الله عليه وسلم تحملهما عن عمه، يعني إيه خلاف في موضوع في السيرة، هل النبي هو اللي تحملهم عن عمه؟ لأن الإنسان إذا فقد عقله وهو مكلف فأعماله التي بينه وبين ربه غير مسؤول عنها، أما أعماله التي تؤدي إلى الاعتداء على مال الغير فيضمنها. فهمت ازاي؟ يضمنها ولا يأسم، بس يضمنها، يعني يجيب غيرها لكن لا يأسم. ليه؟ لأنه غير مكلف، فقد عقله بمباح، حيث أن الخمر كانت ساعتها إيه؟ مباح. زي واحد مثلا جاله إيه دروخة كده، مريض الكبد لما الكبد يبتدي يعني يفشل يمر بمرحلة يقعد بتاع أسبوع كده مدروخ عامل زي السكران، يتكلم زي السكران بالظبط، ويغير سكر لما يكون عنده فشل كبدي. فافرض ان اللي عنده فشل الكبدي ده فقد عقله بمباحه بمرض هو مش في ايده، فارتكب بعض الافعال التي ادت الى ضياع اموال الغير يضمنها،
لكن ارتكب افعال بينه وبين ربه، ما صلاش، ما صامش رمضان كويس، يبقى خلاص لا شيء عليه. فهمت بقى؟ يبقى الامور اللي يرتكبها متعلقه بينه وبين ربه وهو فاقد عقله بمباح لا يعاقب عليه. فهمت؟ لكن الامور اللي متعلقه باموال الادمي والاتلاف يبقى مسؤول عنها، مسؤول عن تعويضها يعني. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ضمن حمزه الشريفين، ضمن هذا. فيقال ان حمزه ادهاله او انه استاذن النبي قال له لو انت عندك مكانهم ادهم له لحد ما يبقى عندي. محتمل كده ومحتمل كده. فهمت؟ وحدثني محمد بن عبد الله بن قهذاذ قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثني ابو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم. سيدنا انس بقى هو الصبي اللي كان بيوزع عليهم ايه؟ الشرب. يبقى يجوز ايه؟ استخدام الصغير ان كان باذنه وبغير ايه؟ ارهاق له. دي برضه ناخدها من الحته دي، انك انت ممكن تستخدم ابنك الصغير يقدم للضيوف الشرب طالما هذا لا يؤذيه يعني. فهمت؟ عن انس بن مالك قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت ابي طلحه وما شربهم الا الفضيخ البصر والتمر، فاذا مناد ينادي. سيدنا انس كان بيشرب ابو طلحه اللي وزوج امه واصدقائه في اليوم اللي حرمت فيه الخمر. دي قصه بقى غير موضوع بقى حمزه، نقلنا في قصه ثانيه. وما شربهم الا الفضيخ البصر، والبصر هو ايه؟ البلح قبل ان يحمر ويصفر حال خضارته وهو اخضر، يقطعوه ثم بعد ذلك يضربوه بشيء صلب حتى ينفضخ. ينفضخ يعني ايه؟ يتشرخ. وبعدين يحطوه في الماء ويقفلوا ويعرضوه لحرارة الشمس فيتخمر، يتحول الى ايه؟ الى شراب مسكر يشربوا يسموه الفضيخ. خلاص؟ فاذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر. سمعوا منادي بينادي وهم قاعدين في الحجرة، فابو طلحة قال لانس اخرج يا انس شوف ايه بينادي بيقول ايه ده كويس. فخرجت فاذا مناد ينادي الا ان الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكك المدينة، فقال لي ابو طلحة اخرج فاهرقها، فهرقتها. يبقى دليل اعتماد خبر الوحي، وده كان الامام الشافعي بيستدل بيه ويرد على الفقهاء عصره الذين كانوا لا يعتمدوا خبر الوحي، خصوصا اهل الراي في العراق محمد بن الحسن وغيره، كانوا لا يعتمدون خبر الوحي. وكذلك كان يرد بيه على الامام مالك وانصار المالكيه في عصره الذين كانوا يقدمون عمل اهل المدينه على خبر الوحي. فقال الامام الشافعي يرد عليه بمثل هذه الاحاديث، ده من ضمن الاحاديث اللي رد عليهم في الرساله، ان الصحابه كانت تعتمد خبر الواحد وانها كانت تعمل به، بدليل ان هنا اول ما ابو طلحه سمع والمنادي واحد ما قالوش لا اما نروح نتسبب بقى ونروح للنبي نسال، ما قالوش كده، ده بمجرد سمعه كبوا اواني الخمر على طول. يبقى اعتمدوا خبر الواحد، وانه خبر الواحد ايه؟ معتمد ويستنبط منه الاحكام وينبني عليه العمل. فهمت ازاي؟ وده مذهب الامام الشافعي الذي خالف فيه شيخ الامام مالك، وان خبر الواحد يقدم على عمل الف. ليه؟ لان الالف ان عملوا بخلاف خبر الواحد قد يكون لم يصلهم هذا الخبر. فهمت بقى ازاي؟ الإمام مالك كان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد لأنه كان متأثر بالقاعدة التي قعدها ربيعة الرأي شيخه. ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك كان يقول إيه؟ عمل ألف عن ألف أقوى عندي من خبر واحد عن واحد، من قول واحد عن واحد. فهمت؟
وبالتالي خد هذه القاعدة الإمام مالك من ربيعة الرأي وهو شيخه، فأصلها وقعد بها عليها مذهبه، فكان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد. فهمت بقى إزاي؟ جاء الإمام الشافعي غير هذه إيه القواعد وتناقش مع الأحناف اللي هو سيدنا محمد بن الحسن الحنفي، لأنه لم يلتقي بأبي يوسف، التقى بمحمد بن الحسن. أبي يوسف مات قبل دخول الإمام الشافعي للعراق، مات قبلها بفترة بسيطة، ولكن وجد مين من تلامذة أبو حنيفة؟ محمد بن الحسن. فناقش محمد بن الحسن لأنه كانوا لا يقدمون خبر الواحد على مفهوم القرآن، القرآن عنده متواتر، يجي خبر الواحد الصحيح ما يرضاش ياخده إذا خالف القرآن أو قيد القرآن أو إيه خصص عموم القرآن. فهمت بقى إزاي؟ قالوا لأن ده خبر واحد والتاني متواتر، فإزاي يؤثر الواحد في المتواتر؟ فهمت؟ الإمام الشافعي طبعا في كتابه الرسالة الماتع بين أدلة كثيرة على حجية خبر الواحد ردا على الأحناف وردا على المالكية، واخد بالك؟ فدي نقطة مهمة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فهرقتها. وده يبين لك مسارعة الصحابة في اتباع الأمر. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان، قتل فلان، وهي في بطونهم لما عرفوا انها حرام قالوا بس ده فلان مات وايه وكان لسه ايه في بطنه يعني متأثر سكران، خافوا ليكونوا ايه ماتوا على معصية، ومعروف انهم اذا ماتوا قبل تحريمها فلا يكونوا عاصين كده، خد بالك. قال: فلا ادري هو من حديث انس، فانزل الله عز وجل: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، اي من الخمر قبل تحريمها، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يبقى في مطاعم أي من خمر قبل تحريم. فهم؟ وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قالوا سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. يبقى إيه خبر الرجل الواحد عندهم؟ وانت عارف برضو في تحويل القبلة، في تحويل القبلة لما راح والناس بتصلي العصر وهو الصلاة وقف على باب الجامع قال: أشهد أني صليت الظهر مع رسول الله إلى الكعبة، وكانوا جوه الصلاة، فإيه حولوا وجوههم وإيه وأخذوا بخبر الواحد واعتمدوه في صلاتهم ولم يكملوها على قبلتهم الأولى. كل دي أدلة اعتماد خبر الواحد من عصر الصحابة، وده يرجح مذهب الشافعي في المسألة، واخد بالك. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال: وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا، فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر، فقالوا: اكفأها يا أنس، فكفأتها. قال: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب. قال: فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان: وحدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال: قال أنس: كنت قائما على الحي أسقيهم بمثل حديث ابن علي، غير أنه قال: فقال أبو بكر بن أنس: كان خمرهم يومئذ، وأنس شاهد فلم ينكر أنس ذاك. وقال ابن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسا يقول: كان خمرهم يومئذ. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال: وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، ف
فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فكفأناها يومئذ وإنها لخليط البصر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البصر والتمر. وعن أبي قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيلة ابن بيضاء من مزادة فيها خليط بصر وتمر. المزادة هي الوعاء الكبير من جلد سموها المزادة. بنحو حديث سعيد قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب. الزهو اللي هو ثمر النخل اللي هو البلح بمجرد أن يحمر أو يصفر قبل أن يحلو يملو يسموه زهو، يبقى بمجرد تلونه يعني. لما يخلطوا التمر بالزهو ده ويتركوه في بيئة حارة كان يسرع الإسكار إليه، فالنبي إيه؟ نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب في البيئة الحارة دي مخافة أنه يسكرهم دون أن يشعر. فهمت إزاي؟ وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. المهراس عبارة عن صخرة كبيرة كده محفورة عشان يوضعوا فيها مية سموها مهراس. فهو خد الجرة دي وضربها في المهراس ده لحد ما كسرها. طبعا ده مبالغة في ايه؟ في التخلص من الخمر، لكن لا يطلق تكسير إناء الخمر، يكفي غسله تريق ما فيه وتغسله خلاص. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. باب تخليل الخمر. تخليل الخمر يعني تحويل الخمر إلى خل، ده يسمون تخليل الخمر. معروف أن مذهب الشافعية ومن وافقهم أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، أما إذا تخللت بوضع شيء فيها تبقى متنجسة لا تطهر، يبقى خل متنجس. واضح؟ وعشان كده المصريين لما واحد يتدخل في أزمة يقوم يزودها سوء يقول له خلتها خل. فهمت ازاي؟ يعني افسدت الخمر فخللتها بنفسك، فافسدتها لو تركتها تتخلل بنفسها لطهرت، فلما تدخلت انت خلتها خل يعني نجستها. فهمت بقى المصريين في المثل بتاعهم جاي منين؟ يقول له خلتها خل. لما يتدخل مثلا بين رجل وزوجته في نزاع يوم ينتهي بطلاق، بدل ما يصطلحوا يتطلقوا يقوم يقول له انت خليتها خل، كنت سبتهم اصطلح لوحدهم زي ما نسيب الخمر كده تتخلل لوحدها. لكن انت لما تدخل لان انت لو جبت الخمر ووضعت فيها اي شيء يخللها فهذا الشيء بمجرد ان يلمس الخمر تنجس، ثم بعد ذلك يركض في اسفل الاناء فتتخلل الخمر وتصير متنجسة بوجود النجاسة فيها. فهمت ازاي؟ وبالتالي لا يصح استعمالها. ولكن في بعض المذاهب ان الخمر اذا تخللت طهرت.
وفي قول عند المالكية أنه يحرم تخليلها فإذا خللت طهرت. في قول عند المالكية كده يحرم الفعل نفس التخليل فإن خللها طهرت، ده من قول عند المالكية. فهمت بقى ازاي؟ لكن الشافعي عندهم لا. باب تحريم تخليل الخمر. وعنه ليه بقى؟ لان لو كان تخليل الخمر جائز كان النبي قال لهم لما نزلت تحريم الخمر يقول لهم خللوها بدل ما ترموها، لان النبي كان يكره يضاع في المال، مش كده برضو؟ كان النبي يكره يضاع في المال. لكن لو كان ليها حل كان النبي دلهم عليه، خصوصا ان كانت متخزنه في بيوتهم كميات ضخمه. فكون النبي قال لهم اريقوها دليل انهم لو خللوها لفسدت. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، يعني تتخذ خلا يعني تحول الى خل بفعل ادم يعني، انما لو تخللت لوحدها ما يضرش. باب تحريم التداوي بالخمر. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن ابيه وائل الحضرمي ان طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه او كره ان يصنعها، فقال انما اصنعها للدواء، فقال انه ليس بدواء ولكنه داء. يبقى لا يجوز التداوي بالخمر، لأن النبي قال الخمر داء وليس الدواء، فلا يجوز التداوي بالخمر. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرمكم.